السلام عليكم. كيف الأخبار؟ ما في تعليقات لي يا أخوان، أنا عارف ليه. الأمين قال لي كوريا صرفة، معناه الصوت واضح. مصعب الطيب المحسي حبيبنا، السر قال لي واضح. خالد خليل مرتضى أمين حبيبنا، كيف أخبارك؟ طيب أخوانا، سريع كده بس، عندنا لايف بعدين المسا ان شاء الله. حنمسك حاجات، لازم احنا نمسك كل موضوع ننتهي منه، حتى لو في ظروف، في حرب، في تحرير، في كده. فاحنا كل مرة بنركز على زول نطلعه للسطح، والاعلام بتاع قحطي بيقوم بيتلمح حول الزول ده، بيعملوا له راو، ما بيقدر يقوم تاني، لانه احنا بنخوض اسئلة واضحة دايرة اجابة من صفحتك، من كلامك، من بياناتك. فقحتي لما تيجي تدافع عن زول يقول لك ليه مركزين مع خالد سليك؟ مركزين معاه لانه في اللجنه المركزيه، مركزين معاه لانه ناطق رسمي باسم الحريه والتغيير باحزاب المشاركه في الاطاري، عشان كده مركزين معاه. وركزنا معاه كثير، مقالين كتبهم في صفحته، الواحد طوله مترين، بدينا لسه في الكلمات الاولى. خليه يمسح المقالات دي ويقفل صفحته، بنخليه. الحاجه الثانيه قلنا له افتح التعليقات عشان ما يرد عليه صرفه، خلي الناس يرد عليه. وقال نحن ردين عليه 17 قفل التعليقات، بيقول نحن بيتكلم باسمنا لسه، قفل التعليقات. فخليه يفتح التعليقات، بعد ذاك احنا بنشوف. الليلة حنتكلم عن حزب الأمة، أمس الظروف بس ما تكلمنا. لازم نتكلم عن حزب الأمة، ولازم المواقف تكون واضحة. امبارح اتكلمنا عن أردول ودور أردول وصيغة الأردول، الليلة كتب دعم القوات المسلحة، ما حيحلك يا أردول، ما زلت لا تمثل حاجة، ولا عندك صيغة عسكري ولا صيغة حزبي ولا صيغة غبلي، انت ما عندك حاجة يا أردول. حتتعرض لكل انواع التحقيقات وكل انواع المحاكمات من اخوك شغلته في الشركة، مدير شركة جمعية القرآن الكريم، فبتعمل في ده أردول ما عنده قيمة. تحية لأبناء السليمانية، حركوا قافل للقوات المسلحة. دي الحياة اللي أنا بركز فيها، قوافل بتتحرك القوات المسلحة، دي بتدعم القوات المسلحة، الجهد الشعبي، تلاحم بين المواطنين والجيش والشرطة. أنا ده الكلام اللي بينفع معي. الدعم دخل القصر، الدعم ما دخل القصر، ده ما شغلتي. أمريكا قالت، أمريكا ما قالت، أنا ما شغلتي. أمريكا دي كلها حمدوك الحرية والتغيير، ردنا لون واحد، الهدنة في الرادي والبل في الوادي. هدنة أي هدنة، أسبوع أي أسبوع، جدا جدا أي جدا، أمضي أي بنمضي، أسكت أي سكتنا، ذاك الوادي اي البل في الوادي. بس الوضع بيتغير والمعادلة حتتغير ان شاء الله، حتتغير لما الشارع يتفاعل والناس تتحمل مسؤوليتها. عموما يعني الليلة بداية نسأل الله القبول والرحمة لشهداء الشرطة، نسأل الله الرحمة والقبول لشهداء الاحتياط المركزي، ربنا يتقبله أحسن القبول، قاموا بأداء الواجب. و الله عز وجل أمرنا بالقتال في دفاعنا عن ديننا وأرضنا ووطننا وأعراضنا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الدافع عن من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد، فما بالك بل بيموت دون عرضك أنت ومالك أنت وأرضك أنت، ده حيكون شنو؟ نسأل الله أن يتقبل ونحسن القبول. الليلة كانت المعركة ما مع الدعم السريع، وأساسا معركتنا ما مع الدعم السريع. الدعم السريع زراع للشيطان، آلة باطشة، ملاقيط الجبل، مقاطيع بلقطون من العالم، سمعتون الليلة في اللايفات لغتن ولهجتن ولكلنتن أجانب، لكن احنا مشكلتنا مع الخونة أبنائنا ديل. المعركة مدورة أمين بنكي فرنسا، تقعد في فرنسا أمين ولا رجعت؟
طلع قال يا أخي يتحمل وزر دماء عناصر الشرطة الليلة المرقون الشارع، مرقناه نحن الشارع، مرق واجب، مرق وطنية، طلعوا ده شغل مشوا أدوه. كان في شنو في السوق العربي؟ كان في هدنة، هدنة ما التزم بها الدعم السريع، عساكر مشوا يحرسوا شنو؟ احرسوا أموالك ويأمنوا بعض الناس المحتجزين. أنت عارف إنه في ناس 15 يوم لليلة و17 يوم قاعدين في السوق العربي أمين ولا ما عارف؟ وين الشرطة؟ الشرطة طلعت، طلعت الوحدة العسكرية القتالية المؤهلة. منو اللي بيتكلم هسه يقول لك وان طلعتوا ناس الشرطه عشان يموتوا؟ منو اللي قال لك يموتوا؟ احتياط المركزي ده لما انقاتل في دارفور قبال القوات المسلحه، لانك انت ما عارف الاحتياط المركزي تدريبه اعلى من القوات المسلحه في حرب المدن. لقاك شرطه بتاعت احتياط مركزي عندهم قسم ولا عندهم قياده؟ لقوك ده الناس قاعدين في معسكر 24 ساعه تدريب، الفتره الاولى الجرعه الاولى 9 شهور حتى يطلع الشارع، ده ما ربع ضابط، نص ضابط عديل، 3 سنين الكلية الحربية ولا سنتين، ده نصها، ده عسكري لسه. احتياط المركزي تاريخهم في دارفور مع الحركات المسلحة عارفينه، انتوا ما دارين الاحتياط المركزي ينزل في حرب المدن. ملاوزين منه عديل انتوا. عمل شنو الليلة؟ كانوا بأمنوا في دكاكين دورية عادية. سلاح شخصي، قالوا في هدنة التزموا بها، عساكر قاعدين بتاع الدعم السريع في القصر، ماسكين الحتات خلاص الناس صدقت، عسكري ماشي بفتشوا في الدكاكين من منه؟ من الفكاهن حميتي في السجون، اكتب عنهن يا امين لا تستطيع، لكن امين انتظر كسروا سجن سكوبر طلعوا منه 4000 ما تكلم، 5000 ما تكلم، قعدوا 3 يوم ما تكلموا امين ولا اي واحد فيهم، فضل 10 مساجين و3 حراس، اول من طلعوا احمد هارون طلعوا قالوا لكم هسي كده عرفتوا احنا ما قدرنا نقف مع الجيش ليه؟ ليه يا بيبي؟ قالوا ده ما جيش الكيزان، ده انقلاب الكيزان، انت زول باطل كلكم بطاله، لكن ربنا سبحانه وتعالى الليلة ده استشهدوا عشان نورينا العدو الحقيقي. طيب يا أمين أنا معاك، أتفق معاك يا أخي، تعالوا إحنا هنا نقول يا أخي لعن الله من تسبب في قتل هؤلاء الشهداء، تمام؟ أمشي صفحة أمين، أمين الله ورينا كده يا أخي، ده شهيد وشهيد الواجب وده شغله، وكان في منطقة مدنية وفيها محلات واستثمارات وفيها أموال، فيها ناس محجوزين، فيها واحد من الناشطين اللي كان بيطلع الناس وبصور لك محلاتكم بتاعت الفيديو، اعتقلوا الدعم السريع. والليلة الحمد لله على سلامة اللواء شكرة الله. طيب يا أمين أنت قلت يا أخي ديل المرقون الشارع يتحمل دمهم، أنا أتفق مع أمين يا أخوان، أتفق معه أمين، لكن أنت عارف مشيت صفحتك ما لقيتك بالدين القاتل، يعني انا فهمت انه العسكري يتحمل مسؤوليته والكتل يتحمل مسؤوليته وده المرق وفاته ماتوا في حرب عبثيه، اتفق معاك تماما، يعني يكون عندك شويه حياديه ظرافه كده. ادي الدعم السريع، الدعم السريع ما كتلوني امين، امين انت فرنسا دي لما تمشيها او فيها انت الان اللجوء حقك حتعمله بالفيديو حق الجزيرة اللي أنا شغلته لك 18 دقيقة، أنا حي في الكوكب ده فرنسا ما بتديك جواز. الفيديو اللي أنت بتستخدمه بالدين بي والدعم السريع في فضل الاعتصام وشهادتك الليلة أنت ما قدرت تقوله. قتلونا الدعم السريع. طيب يا أمين حنان حسن في صفحات الليلة عاملة توتارة كده في الكوكب، في شنو يا حنان؟ قالت الاغتصابات يا إخواننا أنا ما داري زول يرسل لي، لو حصلت لك عملية اغتصاب قامت كتبت لي نصايح، ممتاز، أرقدي على ظهرك، حلو جميل، ما تفكري في الموضوع، ممتاز، خدتي حاجة باردة، جميل يا حنان، دي نصايح بتاعت الدكتورة ولا جوادة؟ انت البت دي دايراها تتعلم الشغلة يا بت؟ انا لو اغتصبوك احنا في حرب، امشي قسم الشرطة وسغ منو اللي اغتصبك، عشان حنان بعديها كتبت بوست ورطت روحها، ده الجوادة دي قالت شنو؟ قالت يا اخي والله حالات الاغتصاب في مدرمان من ناس لابسين زي بتاع جيش دعم سريع في بحري، لا حقت بحري موسغة صورة وصوت يا حنان، لا 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 ما عندك سكة، ما في حاجة اسمها زي، لا لا لابس الكاكي بتاع الدعم السريع، تاشر بتاع الدعم السريع، نمره بتاعت الدعم السريع، العربيه فيها نمره الدعم السريع، انت شغاله في منظمات بتوسغي في الحاجه دي، لكن اتورطتي، انت بتضربوا لحنان ليه؟ بتضربوا لحنان ليه؟ هي دكتوره؟ لا، مجال ده تخصصها؟ لا، حصل مره وقفت مع واحده مغتصبه في السودان غير بناتهم بتاعين المعمل المدني والمعمل الزفتي عشان تدخل عقوبات على السودان، السودان ده مع دارفور ده كله دقيقتين في اغتصاب، حنان بتتقف فيها؟ بيت ما مشهور وما وراها مؤامرة حنان بتجيبها؟ مالكم بتمشي لحنان انتوا؟ ما تمشي الدكتور امشي العيادة،
حاسس انا هنزل لكم 3 مستشفيات متخصصه الان فيها قضايا بتاعت اغتصاب، بتمشي تلقي طبيب ومحامي وبتلقي منظمه وبتلقي بتاع شرطه، تفتحي بلاغك طوالي، وكيل نيابه قاعد حاسس في ال3 مستشفيات، وثقوا جرائم اغتصبك البرهان تفتحي في بلاغ، اغتصبك دعامي تفتحي، ابوك ذاته اغتصبك تفتحي في بلاغ، حنان علاقتها شنو؟ حنان كتبت لهم انا القضايا الليله بتاعت الاغتصاب كانت يا بيبي في هدنه وفي حرب مدوره من الصباح، دمنه طالع الصباح يعمل له عمليه بطاله زي دمنه اللي عنده اخلاق يا حنان، لكن لانه لقت انه الدعم السريع اتعرس لازم يقول لهم دخله داري لصقوا جرائم الحرب طوال دار تشتغل في شنو يا حنان؟ انا اتحداكي تعملي لي حسي استبيان في البلاغات الجاتك، نزل لي في صفحتك كم بلاغ دعم سريع وكم بلاغ جيش، اكتبيهن وصغوهن، وانت زولة موظفة بتاعت منظمات وزولة قانونية وزولة في اللجنة بتاعت تعديل الأحوال الشخصية، زولة ماسكة مناصب دستورية وكنت في اللجنة في زالة التمكين، انا ما حسيبك طبعا، اي زول ضرب ليك قال ليك اغتصبوه حتطلعوه في صفحتك او تمشي الجهات العدلية، ما حسيبك يا حنان، او انت بتتبلي على الجيش، الجيش وين؟ الجيش بيشكي وبينبه المواطنين يعملوا حسابهم، كاتبة عن حاجتين عن الجيش، واحدة عن الدعم السريع، بلاغات الدعم السريع أجروا عمارة كتبها واحد إعلامي في صفحته، عشرات البنات اللي اغتصبوهن يا حنان في بحري ما طلعت تكلمتي، انتظرت لحد الليلة دي الجيش عرس الدعم السريع طوالي طلعت قالت الاغتصابات كثيرة أنا ما قادر أعمل لكم حاجة، ليه ما قادر تعمل حاجة للبنات؟ بتعرف المستشفى اللي ممكن تعمل الحالة دي ولا ما بتعرفيها؟ أنت جوكي ليه عندي وداية أنت؟ أنت مالك ومال اغتصبوها ولا جننوها؟ أنت مالك ومالها؟ وريها قول لها امشي المستشفى ما تجي تضربوا لي حالاتكم كتير، لا خلاص السودان كله شغال اغتصاب، انت مجنونه في راسك ده ليش؟ لكن هي دار تلبس الموضوع للجيش، قالت الاغتصابات اللي في بحري لابسين زي دعم سريع، حلو، الاغتصابات في مدرمان في تحرش في نقطه ارتكاز، ما في مره في السودان حسب شاغله عسكري بتفتح خشومه معه، ما في عسكري اصلا فاضي شاغل لمره. ما في عسكري حسي فاضي شاغل مره. انت حنان عندك كك في راسك لكن لانك بتصيغ في تقرير الان فوكلر داير منك تقرير الامم المتحده حمدوك منتظر تقارير الفصل السابع كلام ده ما حاصل حسي انت زولة موظفه بتاع الدوله كنت انا حطالبك بتقرير رسمي مفصل الاغتصابات جالتك والحالات الموثقه ببلاغاتها والا والله الا تطيري الا تطيري رحم الله شهداء القوات بتاعت الشرطه طلع واحد تاني كاتب بوست جميل حسي عرفتوا احنا ما دارين الشرطة تتدخل ليه؟ لا ما عرفنا اشرح لنا في شنو؟ نعم ما فاهم انا في شنو؟ الشرطة ما لا يعني ما تتدخل ليه يعني انت ما كنت داري تتدخل لا ليه في شنو؟ في شنو؟ هسي ما شفتوهم ماتوا 4 شهداء في مقابل الشرطة بالخطأ قتلت 106 من الدعم السريع خطأ لسه ما دورت الحاجة الثانية نصيح لأخوات الشرطة احنا هنشتغل بتكتيك بوش مع افغانستان التكتيك ده السودان كله يسمعه الان بوش لما حصلت تفجيرات الابراج مع انه امريكا مخططه للموضوع عارفه وعارفه افغانستان هي ماشي تحتلها بوش لما طلع اتكلم قال شنو؟ قال يا اخي احنا حنرد بعد شهر دار ترد على افغانستان بعد شهر اعلى حاجه عندهم سرج بتاع عمر بيت طين دار ترد عليهم بعد شهر امريكا حركت 3 4 حاملات طائرات دورت قواعدها في السعودية وفي السيلية في قطر وفي العراق دورت قبلت حاصرت أفغانستان شهر كامل بخططوا عشان يضربوا زور راكب حمار شايل دوشكا وبيته طين ما تعمل ماذا ردت فعلنا مش انت الدعامة دي قدامكم ما يطلع زول من الشرطة ولا الناس في الشارع ولا تعملوا فيديوهات ولا حماس الليل احنا ما دارين كلام فارغ زي ده اشتغل بالراحة بتكتيك احنا الدعامة دي ما دارين انه نطلع من هنا مجارمة لو طلعوا تاني حيجونا بعد 3 سنين الكلام ده ما يحصل بالراحة كده في شنو؟ توروهن الاحتياط المركزي اللي كان مثبت الحركات المسلحة في دارفور. انتوا خضتوا معاهم معارك قبل الجيش، لما كنتوا بتركبوا اللاند روفر، انتوا ما ثبتكم عمر قمر الدين بالحظر بتاع الطيران والحظر بتاع الحركة ده كله عمل الاحتياط المركزي المتخصص في حرب المدن، الدعم السريع دقس. الا يطير وحنان والله لا انت لا واحد من الجزم بتاعنكم حريه والتغيير 82 حزب 47 حركه مسلحه انا بتصدى لهم 39 ناشط انا بتصدى لهم 7 قنوات انا بس ما عندكم شغل معاهم ما عندكم شغل اسمع التضليل اسمع زي ما قدرت اسمع لما نيجي اللايف بتاع صرفه ده افتح اللايف بالسبيكر وجيب ورقه وقلم وخليني يردوا على الكلام الليله الكمين اللي وقعوا فيه ال4 شهداء وقعت فيه احزاب الحريه والتغيير اللي ما دارت الدين الجاني واضح قدامكم ضربوهم قتلوهم الشرطه بتعمل شنو في الخرطوم
الشرطة دي شغولة في الخرطوم، منطقة بتاعت هدنة واستثمارات المواطنين، اطلعوا يحرسون، ده شغلهم. نقول للشرطة اقعدوا في البيت يا عمر الدقير. عمر الدقير وجدي صالح امين مكي حمدوك السارع ببيانات تدعم الجيش والدعم السريع. لولا الدعم السريع لتمردت هيئة العمليات، رغم انه هيئة العمليات سلم السلاح ومواقعه، اختلفوا في القروش بتاعت انهاء الخدمة. 8 انفار بس بسببهم مشوا حرقوا هيئة العمليات سلموها لحميتي. 8 انفار جيبوا لنا الشهداء بتاعين هيئة العمليات ماف، المحاكمات حقتهم ماف، سبب التمرد ماف، كلها مؤامرة. شاركوا فيها المدنيين الجزم حسي ساكتين، قال لك لا للحرب. لا ده ما في حاجة اسمها لا للحرب، ما بتحدد انت، ده موضوع ما بتحدده انت، واحنا الناس البلد دي حتتوازن حسي، البلد دي حتتوازن برضا غصبا عنك، ما عندك حل. الحاجة التانية للمواطنين، الناس تنتبه يا اخواننا، في كارثة احنا واقعين فيها، ركز. في كارثة، المؤامرة دي ماشية على اتجاهين. الاتجاه الاول كان اعادة هيكلة القوات المسلحة. امس بديت اتكلم لكم عن اعادة الهيكلة في كل حكومة. اي رئيس بيجي بيعمل حاجتين، الاولى بعيد هيكلة القوات المسلحة، والتانية بغير الدستور. والله يا اخي احنا امبارح عملنا ثورة وعملنا دستور توافقي يا عمر البشير، فهاك له واشتغل بيه. لا لازم يعمل حقه جديد. طيب يا حمدوك يا اخي احنا حنجيبك رئيس وزراء، ولينا 5 سنين ضحينا في كتابة دستور انتقالي، فمعليش يا اخي اشتغل بيه، وسنتين يعني عشان بس تجامل. لا لا حمدوك لو جه حكم حيجيب دستور جديد. تاني حاجة، حمدوك لو جه حكم بيمشي للجيش، الجيش ده كله بفرتقه، لازم يبني جيشه البثق فيه. ده حاجتين تعريفهم عزيزي المستمع، اتفقنا؟ حلو. إعادة هيكلة القوات المسلحة، واحدة من خطوات إعادة هيكلتها إدخالها في الحرب دي. الحرب دي ضربوا بيها حاجتين، الأولى إنه السد بتاع النهضة ده يكمل وأنت ما تشعر. قلنا إحنا أبي أحمد والشيطان استبدل الخونة والعملاء في السودان ببوابات السد، ما محتاج وزير خارجية خاين، ما محتاج مريم، ما محتاج عمر قمر الدين، ما محتاج مصطفى عثمان إسماعيل، ما محتاج علي كرت الوقع، خلاص بقى عنده بوابات قاعدة. السودان رضخ لأثيوبيا، مرحب بيفتح الباب، ما رضخ بيقفل الباب، أنت هتموت مجاعة. انتهينا من الفكرة دي؟ حلو. الكارثة الحقيقية، واحدة من خطوات إعادة هيكلة القوات المسلحة تصفية القوات المسلحة وإدخالها في الحرب اللي هم مسمينها عبثية. لا لا ما عبثية، الحرب دي الآن الجنود في الشارع والشعب السوداني استوعب المؤامرة. التصدي ده انتم ما خالعكم، عشان كده بقول للناس اصبروا، والناس لازم تشارك فيها. ما ممكن تقول لي يا أخي 400 عربية تحاصر بيت البرهان تموت فيها كتيبة الحرس الرئاسي، كم 60 شهيد، حنتكلم عن المواقف والبطولات. السودان فقد كم 60 ضابط مؤهل كانوا ضد الدعم السريع بدون درس عصر. واحدة من وسائل التصفية كانت المحاصرة دي، كتيبة الحراسة بتاعت البرهان، ما طلع منهم ولا زول. أفضل وأعلى تدريب في السودان كانت الكتيبة دي، إحنا هسه خسرناه. تاني خسرنا شنو؟ خسرنا قادة وخسرنا ضباط كانوا معارضين الدعم، خسرنا ناس الدعم السريع نزلوا معاش واجبرهم انه يقعدوا في بيتهم ولبسهم تهم، الان رجعوا زي اللواء بكراوي اللواء بحر. ده الدعم السريع كان مبعدهم من المشهد. الليله طلع اللواء شكرت الله. ده كان مبعدهم، دي اسمها اعاده هيكله الحرب. الكارثه الحقيقيه اللي انا دار اقولها لكم بوضوح، المشهد اللي حصل شنو في خلال الاسبوعين؟ والله يا أخي دخلت علينا قوة وحاصرت الخرطوم، جميل. حصل شنو؟ وتبادل الرصاص عشان أحمد بتاع الترس لو دارك طال المقطع ده يكون ما فيه صوت الجزلان. بالنسبة للناس اللي بيسمعوا الصوت ده، ده صوت الجزلان يا أخوان. تكتب لي حاجة غير الجزلان بطير لك، الناس دي كلها عارفة تكتب جزلان، ما تسمع صوت تقول لي أسمع فيك شنو يا زول. ها؟ طيب حبدأ من الأول. الكارثة اللي حصلت في السودان في الفترة بتاعت الأسبوعين شنو يا أخوان؟ دخلت قوة متمردة من الدعم السريع الخرطوم، حاصرت المواقع الرئيسية، دارت تستولي على السلطة تنفيذ الاتفاق الإطاري، وحاصرت مروي. حلو جميل جدا، ده بيسميه شنو؟ ده اسمه غزو، لكن هم مسمينه طرفي النزاع. طيب انت قاعد وين حسي بتسمعني؟ والله قاعدين نسمعك في المعبر ماشيين على مصر. في اسبوعين تخلي بيتك ليه؟ ما لانه في الحرب. حلو جميل جدا، اخليت المنطقه يعني مشيت حته امنه، ده احسن تصرف طبعا، جميل. طيب تقدر تشرح لي انه في زول سكن في بيتك ليه؟
نعم، في ظل سكن في بيتك في 3 يوم. الحصل في السودان ده يا اخوان اسمه تجريف الشعب السوداني، نقطة عربي انتهى. نعم، الحصل في السودان مخطط تجريف الشعب السوداني. طلعت من بيتك افهم، مشيت حتة آمنة جميل، زول اسكن في بيتك والعالم يسكن، العالم يسكت كله، الأحزاب المدنية تسكت، الإعلام يسكت. يا اخواننا احنا حصل لنا تجريف، طردونا من بلدنا في 3 يوم. التاريخ لم يسجل حالة زي دي خالص. دي أول مرحلة، أول مرة في الدنيا تحصل. الناس يقول لك البيوت يا أخي المال كتلته ولا كتل إيه؟ كتلته ولا تلته؟ تتلته كتلته ولا تلته؟ آه تلته إيه نحسي؟ عربيتك اتحرقت، دكانك اتحرق، بيتك اتحرق، سكن فيه زول. السوق العربي ده أنت قاعدين تعملوا فيه شنو يا دعامة؟ 3 أسابيع قاعدين في شركاتنا، قاعدين في محلاتنا، قاعدين في مطاعمنا، بتعملوا في شنو أنتوا؟ بتعملوا في شنو انتوا؟ اللي حصل يا اخواننا بأسف، في ناس بيعلقوا من صوب شريك وكده. اللايف بعدين المس ان شاء الله بالتفاصيل الحياة اللي بتحصل. خلونا في النقطتين دي عشان تستوعب المؤامرة. طيب دور الحرية والتغيير، دور الحرية والتغيير تزين ليك الطلوع من الدولة دي وتسكت بحجة يا اخي لا للحرب. طيب يا اخواننا لا للحرب، ادين عدوان الحصل على البيوت الآمنة، لا ادين العدوان الحصل على المستشفيات، لا ادين العدوان الحصل على المؤسسات بتاعت الدولة، الطرمبات، البنزين. اخواننا الناس دي ما جايين يزحوا البرهان، انت لو زحيت البرهان يا حميدتي هتحكم وين؟ لا خليت عمود كهرباء، لا خليت تلفون، لا خليت موية. فالبيحصل الان، اللي حصل في السودان الان اسرع عملية تبديل ديموغرافي حصلت في التاريخ. زحوا ناس ساكنين، جابوا ناس جداد. عشان كده احنا لازم نستوعب حجم المعركة. المعركة حقتنا ما ضد الدعم السريع وبس، المعركة اساسا ضد الخونة والعملاء. الليلة ربنا سبحانه وتعالى كشفوا لينا، احنا ربنا يتقبل شهداء الشرطة، والشرطة اللي عاوزاه مننا شنو؟ احنا نجيف معاها فيه وتتم شغولها، ما حنخلي الشرطة. الشرطة ترجع تأمن الأحياء والأسر والبيوت. الشرطة فقدت 4 شهداء، لكن ربنا سبحانه وتعالى مكن من 106 من المتمردين. وأنا أنصح الناس ما ترفع فيديوهات، خليكم عارفين إنكم منتصرين، وخليكم عارفين إنكم على حق، وخليكم عارفين إنكم ماشيين صح، بتتحرروا من كل قيد ماسك البلد دي. رسالة هنا لناس الكهرباء والموية شغالين كويس، لكن في أحياء مقطوعة فيها 20 يوم، الأركويتو ماشي على جنوب الخرطوم، الكلاكل أبو آدم، ورونا دايرين تعملوا شنو. أنا هعمل لكم صفحات ترفع الشكوات طوالي، تمام؟ جروب الناس تكتب شكوتها، الزول اللي عنده حل يكتب طوالي، ما حيكون فيها تدخل ولا في زول يرسل لي ولا حاجة. اكتب حوجتك طبية، اكتب كهرباء، اكتب كده، اكتب الحتة المحاصرة، الناس تتبادل المعلومة طوالي. عندك صيدلية دواء. الحاجة التانية للمغتصبات المشوا لحنان، حنان نصحتك في الأول قالت لك ما تطلعي برا، حاولي ارتاحي، يعني بتقول لك ابلعي الموضوع ده جر الشارع. حنان بتديك في نصايح بتاع الدرايفر، دي قوادة، دي عاهرة، ده ما كلام بتاع طب. أنا هنزل لكم حس المستشفيات اللي فيها الاستعداد لحالات الاغتصاب. في ناس فقدت بيوتها، فقدت أولادها، فقدت أرواحها، فقدت أموالها. دي جاي جزء من الثمن اللي احنا بندفع فيه، عشان كده لازم يقيف، لازم نتصدى له، لكن ما تمشوا لحنان. غير انها انت لما مشيت لها قال لها حتحل لك مشكله، خطتك رقم من ضمن الارقام اللي حتلقى من وراك قروش من منظمه، وفضحتكم في صفحتها، بلا حنان بلا قرف. هسه هنزل لكم بوست المستشفيات الجاهزه للموضوع الاغتصاب، شكرا.